مراد علمدار أكبر عدو للصهيونية. اللي بيشوفوا مراد علمدار بيفكروا أنه رح يقدروا يرجعوا القدس. هذا الزلمي عم بيخربط حساباتنا كلها بالشرق الأوسط. الناس صارت عم تعتبره بطل. ما رح يفلت مراد علمدار باللي عملوا معنا أبدا. يا أما بتقتله هون قدام عيني وبتخلص عليه، أو بتسلمني إياه لقتله أنا. وأنا شايف أنه كل ماله عم يصير أخطر وأخطر. عزيزي شارون، لما دار ببلدكن وهو عم يلوح بإيديه للنفس ومسح فيكن الأرض، ليش ما قتلتوه؟